فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان مطبعا في غير الطواف فهل ينكر عليه؟ لا، يبين له، هو يعني يضايق نفسه بهذا الشيء، نقول له ترى ما هو مشروع هذا، هو ما فعل منكر، لكن هو فعل شيء يضيق عليه ويحرجه، وهو ما هو بعبادة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: من لم يطبع في الطواف هل ينكر عليه؟ لا، يبين له، ما هو إنكار، يبين له أن الأفضل أنه يطبع. نعم.